في البريمة الأيام كيف الريح في البريمة ليلي 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 الأيام كيف الريح في البريمة يا عيني الأيام كيف الريح في البريمة يا عيني صبر عزام الصبر فما والفراش قدام لي 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 الصبر فما والفراش قدام يا عيني صبر ما كيفا دول اللي علي لي 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 يا فيه دوال اللي ع كم يا نسرك خير من تطلي علي لي 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 كم يا نسرك خير من تطلي ع يا ابن للصبر ما باشي صبرت قلبي للصبر ما باشي لي 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 صبرت قلبي للصبر ما باشي يا عيني أو للصبر ما باشي نا صبرة والنار شعلت جاشي لي 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 برافو ياسر حلوه الاغنيه ياسر ياسر حلوه يفهموها يفهموا فيها شنو فهموها غنيتها غادي يفهموها برشا وحبوا لا يزمك تخيل انسان تونسي يعيش في الغربه ويسمع الاغنيه ذي حل الراديو ويسمع الاغنيه ذي معناتها سي نوستالجيك تفكر في تونس قبل واللي كبير تفكروا في صغره والصغار باش يشوفوا لي زونسيتر شنو عملوا موزيكا هذا ديما نقول انا ماك العام راهي موزيكا تونسية وراهي تونس اشب بلاد في العالم ان شاء الله بالميساج هذه اللي عديتها انا ان شاء الله تتعدى معناتها ديما نصورها ان شاء الله في جربه في جزيره الاحلام باش نربطوا الكولتور بالسياحه باش اتسيتيرا باش العباد خاطر